شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pandak